تسمع رأي غيرك. قل للنفوس إذا صحت من نومها ترفع لذي العرش العظيم يداها ولتحمد الرحمن جل جلاله فهو الذي من موتها أحياها. كنا نتكلم عن موضوع الزلزال، أنت ممكن وأنت قاعد تلاقي نفسك خلصت يعني وخلاص والموضوع انتهى، مفيش فلان ومفيش كذا فلان ومفيش كذا منطقة ومفيش ممكن بلد بحالها يعني. فالمسألة يجب أن احنا نتعظ ونتذكر ذلك ولا تغرنا الدنيا.